مع حضراتكم حواراتنا. طبعا في رمضان متعودين على نظام غذائي معين، يعني بنفطر وبنتسحر، واللي شويه بيحب الاكل ممكن يعني ايه نقنق كده في النص، لكن فكره ان احنا نبدا من اول اليوم ناكل اكيد معدتنا محتاجه استئذان، يعني ما ينفعش نفاجئها كده. طب ازاي ممكن نبدا ان احنا ناكل، بالذات ان العيد كمان ليه اكلات اتحرمنا، يعني في ناس مننا ما قضتش شم النسيم في رمضان عشان الصيام، فما اكلوش اكلات شم النسيم فمأجلينها طبعا عارفين، وغير طبعا اكلات العيد اللطيفه، الكحك، البيتي فور، الغريبه، البسكويت وغيرها. ازاي بقى نستاذن معدتنا كده وناخدها بالراحه علشان نعرف ناكل اكل من غير ما نتعب وما نتاذاش؟ ده اللي نعرفه من خلال لقائنا اللي بيشرفنا فيه دكتوره هدير سيف، اخصائي التغذيه العلاجيه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. احنا بقى يعني المقدمه اللي انا بقولها دي طبعا فيها اسئله قد كده، اكيد قلنا ايه بقى اللي احنا ممكن نعمله علشان ما نفاجئش معدتنا بالاكل اللي هنبدا ناكله ان شاء الله بدا من بكره الصبح ان شاء الله باذن بعد صلاه العيد على طول. بعد صلاه العيد وده حلو ان احنا هنبقى اوريدي صاحيين بقى من بعد الفجر. طبعا هي خلاص معدتنا اخده ان احنا طول النهار مش بناكل، فزي ما حضرتك قلتي بالظبط ما ينفعش اجي واعمل بارتي ان ذا مورنينج بقى واكل كل الاكل مع بعض، مش هينفع. فاحنا هناخد 3 تمرات كوبايه ميه كلها. طبعا النهارده هنصلي الفجر ونستنى صلاه العيد، في دي فتره كويسه التمر والميه ونستنى صلاه العيد. وبعد صلاه العيد انا عايزه استاذن بس كل الناس ان احنا نفطر، مش هنفطر كحك يعني مش هنفطر كحك، نفطر فطار خفيف خالص ننبه بيه المعده. انا مش عايزه اكتر من توست بني، او انا بفضل العيش البلدي على فكره، ربع رغيف بلدي وجبنه، يا اما جبنه ملح خفيف او اللي بيحب القريش اوكي، وطماطم او خيار بس. انا مش عايزين اكتر من كده، كده احنا نبهنا المعده. احنا هنبتدي ناكل، ابتدي افرزي انزيماتك الهاضمه مفيش مشكله، ممكن بقى نستنى ساعتين كده ونبتدي نعمل ايه الكحك والشاي او شاي بلبن زي ما احنا حابين. كحك بقى. الكحك بقى اكل كام كحكايه؟ اكل كام كحكايه؟ قد ايه؟ طيب طبعا هي تقريبا الاحجام كلها دلوقتي بقت واحده صغيره. احنا عايزين بس نتفق ان الكحكايه الصغنطوطه دي فيها 200 سعر. وبصي هو الرينج اصلا من 180 ل 220 حسب هي محشيه بايه، فاحنا هناخد المتوسط 200 سعر. طيب احنا عايزين بس نعد، انت لو كنت 3 4 انت متخيله احنا خدنا كام سعر؟ قفلنا القلب. واصلا البني ادم بقى الطبيعي المفروض على مدار اليوم اللي هو السليم والمعافى يعني ليه من 2000 ل 2500 سعر، بس لازم ياخدهم من كل انواع الاكل عشان صحته ما تتاثرش. كمان ان احنا معدتنا مش جاهزه انها تهضم كل الاكل، يعني كميه المعجنات دي، فاحنا هناخد في اول يوم واللي عايز يدوق كل الانواع، بصي كل الانواع اهو معانا 3 ايام، يعني ممكن اول نوع ناخد نوع يعني اول يوم سوري ناخد نوع من الكحك، ثاني يوم نوع ثاني، ثالث يوم نوع ثاني، مش لازم كلهم في نفس اليوم. ممكن ناخد يعني واحده من كل حاجه، لو عايزه ادوق واحده بتيفور، واحده غريبه، واحده كحك، واحده بسكوت اول يوم. تمام. مع الشاي بلبن كده انا المعده بالراحه تمام، وهو الكحك قاعد مش هيروح حته على فكره، ممكن على مدار الايام الثلاثه. تمام. طيب يعني علشان برضو نكون واقعيين، ولسه كنا بنتكلم قبل الهوا، الواحد بيبدا يعرف طعم الكحكايه بعد الثالثه يعني برضو عشان ايه يعني نتكلم بالواقع، ايه اللي ممكن نعمله عشان طبعا بيجي لنا مغص بعدها بصراحه يعني ده اكيد يعني هتعمل ايه نعمله عشان ما يجيلناش بقى المغص كده الدنيا تبقى لطيفه يعني. طب الاول عايز اكد عليك حاجه، هو الكحك والحاجات حاجات العيد عموما هي مش مضره على فكره، هي مفيده وانا اقدر استفيد منها. ليه؟ هي مكوناتها عباره عن ايه؟ ما انت عندك دقيق وسكر وخميره، دي مصدر للفيتامين ب، بنحشيه بمكسرات فيتامين اي ومضادات اكسده. انا اقدر استفيد من ده لو كلت كميات قليله، يعني هاخد الفيتامينز دي وهيبقى كميه الـ يعني العجينه نفسها مش كتير. احنا ليه لما بنزود فانت بتزودي سكر ودهون كتير، هو ده اللي بيعمل الاسهال. طيب نقدر نعمل ايه؟ ان بعد الاكله دي نشرب ليمون او ليمون بالنعناع. دايما الليمون او الليمون بالنعناع بيظبط الهضم شويه يعني بيخلي امتصاص السكريات والحاجات دي قليل، والاملاح برضو. فاحنا نقدر ناخد بعديها ليمون بالنعناع، يعني مش هيبقى لخبطه بقى، يعني مش اخد مثلا كميه كحك رهيبه وبعد شويه ادخل بقى على الرنج على طول وبعديها بقى على الترمس. مش عايزين يعني ناخد اكله بالراحه كده. استني يا دكتور. طيب ده بالنسبه للكحك، يعني ناكل بس بكميات كميه قليله ونشرب ليمون بالنعناع. ونشرب ليمون بالنعناع ده كويس. طيب نيجي بقى زي ما قلنا يمكن شم النسيم يعني كده المواسم كلها دخلت في بعض ما لحقناش نستمتع بيه، فناس كتيره بتستعد بقى لاكلات شم النسيم
رنجة، الملوحة، الفسيخ، السردين، أكلات السمك اللطيفة المشتملة دي بمشتملاتها المختلفة، وجبة شاملة متكاملة. عادي لو كلناها أول يوم ولا نستنى شوية عشان معدتنا برضه؟ هو طبعا الأفضل اللي مش هيقدر يعمل كنترول على الكحك في أول يوم، مفيش داعي أن يبقى أول يوم كل ده مع بعضه، لأن هو فعلا هيتعب. يعني غير موضوع زيادة الوزن، أنا بتكلم عليه، بقول التغذية السليمة بتساوي تعزيز الصحة، احنا بنتكلم على الصحة الأول. هو لو أخذ ده كله، المشكلة مش مسألة التخن، احنا كمان بنتكلم علشان ما تتعبوش، يعني هيتعبوا، بيحصل تلبك معوي، بيحصل إسهال، وبعدين بتبقى فيه مشكلة. يعني احنا كده بدين بداية، انت بقالك فترة ما بتاكليش وتيجي تاكلي ده كله، هو الجهاز الهضمي يا حرام، يعني هو مش خلاص مش مستحمل ايه؟ مش مستحمل كل ده، وبعدين هترسخي بقى ايه عادات غذائية من أولها غلط، يعني هتكملي عليها غلط، وده بيعمل مشكلة يعني كبيرة جدا. في حاجة اسمها الجوع الخفي. الجوع الخفي ده يعني انت جسمك، انت مأكلاه المعدة أكلة، بس أكلة أكل ما فيهوش الفيتامينز والمعادن اللي انت محتاجاها، يعني باختصار كده. وده ما بيديناش، الجسم ما بيديكيش اشاره لنقص الفيتامينات دي، ما بتبداش تظهر غير لما اوريدي حصل مرض نقص في الفيتامين ده. فاحنا مش عايزين نبدا البدايه دي لان هي مش صح. فاحنا اللي مش هيقدر يعمل كنترول في الكحك ممكن ياجل الرنجه والاكله الجميله دي لتاني يوم لو مش هنقدر نعمل اول يوم. اللي هيقدر وهياخد بالكميه اللي احنا اخذناها دي، واحده 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 الصبح مع الشاي بلبن، ويريح، وبعدين ناخد حاجه بقى فيها فايبرز، خضروات او فاكهه في النص. ويستحسن بقى فاكهه، لان احنا هنحط الخضار مع الاكله دي. ياخد مثلا تفاح جميل، تفاح، كيوي، اناناس، فراوله على فكره، موز، اي حاجه من دي. ونستنى ساعتين لان المعده مش مستحمله. وانا كل على فكره ما بقسم وجباتي كل ساعتين، كل ده ما بيعمل حاجه اسمها عمليه تنشيط الحرق الذاتي اصلا، وكمان انت بتنبهيها فتبتدي تفرز الانزيمات الهضميه. احنا دايما بنراهن على ست البيت وعلى الام في الموضوع ده. ده اكيد، طول ما هي مولادها موجودين او جوزها وكده، وبتحط لهم بقى فاكهه بقى مكسرات او أيوة. حاجات كده، ده شويه بيخلي حتى لو هياكلوا مش هيدبوها، يعني أيوة. مش هيقدروا. ما هي دي بقى، طول ما انا المعده مليانه، مش يعني قبل الوجبه ما اخليهمش ايه ان المعده فاضيه خالص هياكل كميات فظيعه، لا، طول الوقت ادي فاكهه، عصير، خضار، فهو طبيعي مش هيقدر. يعني زي ما احنا بنقول في اي نظام دايت، ابدا بالسلطه، عشان هو انت بعد كده، هو انت غصب عنك ما هي اخذت مساحه كبيره، فمش هتقدر. يعني ابدا بالسلطه وبعدين البروتين وبعدين الكربوهيدرات، فطبيعي لما توصل على مرحله الكربوهيدرات دي خلاص شبعت، مش هتقدر تاخد كميه اللي هي الفظيعه. طيب علشان بقى نبقى برضو في الامان لما بنيجي ناكل الرنجه والكده مع نسبة الملوحة العالية، يمكن برضو خارجين من صيام أغلبنا كان نظام الغذائي، مش بقول الكل بس بقول أغلبنا يعني أو معظمنا، نظامه الغذائي شوية معقول، يعني في حاجات مفيدة على السفرة، السلطة بالليل، الزبادي، الخيار عشان الصيام، تعودنا على الأكل ده على مدار الشهر. صح. إيه بقى علشان أما نيجي ناكل حاجات بنسب أملاح عالية، إيه اللي ممكن يخلينا نقدر إن احنا نستفيد برضو من القيمة الغذائية بتاعتها؟ طيب بالنسبه للاكله دي بتاعت العيد، اول حاجه دي لازم تبقى متغرقه ليمون، ده اصلا على طول كتير جدا، الليمون ده مهم جدا، واحط معاها انواع خضار كتير. هي بصي افضل الخضروات اللي تتحط مع الاكله دي طبعا البصل، وبنحطه في خل ربع ساعه قبل ما نبتدي ناكله، يعني حتى البصل الاخضر مش البصل لا انا بتكلم على البصل المتقطع، البصل الاخضر عادي عليه ليمون على طول مفيش مشكله. بنحط معاه بصل وبقدونس وجرجير وفلفل اخضر، ونبتدي نحاول نركز ان احنا ناكل من الخضروات دي اكتر من الاكل نفسه، يعني ما اسيبش الخضار على جنب وادخل على الحاجات فهلاقيني اكلت كميه كبيره جدا، لا، شويه كده شويه كده شويه كده شويه كده، هلاقيني اخدت كميه معقوله. تمام. وقبل الاكله دي برضو نشرب قبليها ليمون بالنعناع، قبلها وبعدها بساعتين. ده هيحسن الهضم جدا. وعلى فكره الناس اللي عملوا كده، في ناس كانت حابه انها تاكل الاكله دي في رمضان ساعه شم النسيم، واللي عملوا كده وتاني يوم كان في صيام ما كانش فيه اي مشاكل. طيب احنا اكلنا الاكله دي، المفروض ان كده في اليوم ده كفايه قوي، يعني اللي هياخد كحك الصبح وهيتغدى رنجه وفسيخ والكلام ده هو كفايه. مفيش اكل بقى تاني. عايز يتعشى بقى. عايز يتعشى بقى؟ لا، لو عايز يتعشى عشان نشيل كميه الاملاح دي، هتبقى بطاطس بيوريه بالكمون وكوبايه زبادي وبس، ومش بعيش. يعني هي البطاطس لوحدها بالمعلقه وكوبايه زبادي، ليه فايدتها؟ بتشلي كميه الاملاح دي، بتقلل امتصاصها جدا. فده هيعادل اليوم جدا، احنا لو مشينا كده هيمشي اليوم حلو. دكتور، في ناس بتستعين بعناصر تانية علشان تقولك لا انا نشط معدتي، اخد فيتامينز او مكملات غذائيه او حاجات تصحصح كده المعده، فوار عشان اهضم، الى اي مدى ممكن تكون الحاجات ديت يعني ممكن تساعد في عمليه يعني فرز المعده للانزيمات الخاصه بالهضم، وان عمليه الاكل تتم بسلام، متعه وسلام يعني؟
بصي، هو الحاجات اللي احنا قلناها دي هي دي مهضمات طبيعيه. يعني انت عندك، هو لو بعد الاكل شرب الليمون بالنعناع تمام، شرب زنجبيل على قرفه تمام، شرب ينسون تمام، واللي ضغطه عالي ما يشربش زنجبيل على قرفه طبعا، هيشرب دوم او كركديه او ينسون. المشروبات العشبيه دي هي مهضم طبيعي، مش هيلجا للدواء غير اللي هو اصلا عنده مشكله في الهضم. اللي عنده مشكله هو اللي ياخد الدواء، انما انا ما عنديش واقول انا هاخد عشان انا كده ما نعزمش على بعض بالفوار يعني. لا ما نعزمش على بعض بالفوار، لان انا طالما انا ما عنديش مشكله اما اخد الحاجه الطبيعيه، النعناع بعد الاكل هيهضم لي جدا، ينسون هيظبطني، ليه اعود جسمي على كده طالما انا ما عنديش مشكله؟ اللي هياخد اللي هو اصلا عنده حموضه، يعني هو اصلا مريض يعني، او مش مريض عنده المشكله دي، هو ده اللي ياخد. لكن هو لا يعني لا ما نعزمش بيه، مش شوكولاته لا. طيب علشان بصفه عامه بقى، بعيدا بقى عن اكل الكحك والبسكويت والاكلات اللي احنا مستنيينها في العيد وما اكلناهاش في رمضان تقريبا، ازاي ممكن ان انا انظم بقى عمليه اكلي اصلا بعد رمضان بصفه عامه؟ بعد رمضان احنا طبعا في رمضان كنا بناكل الوجبتين في مواعيد معينه، ما ينفعش اجي مره واحده اقوم راجع لمواعيدي الاساسيه، لان انا دايما هقوم معدتي لسه مش قادره او قابله انها هتاكل، هي اتعودت الجهاز الهضمي مرتاح. يعني المعده بيبقى ليها ذاكره؟ طبعا، اللي هي خلاص هي انت عارفه ان هي بقى لها فتره مرتاحه، احنا اديناها اجازه هي مبسوطه، يعني الست خدت هدنه حلوه قوي يعني، فما ينفعش اقوم جايه قايمه الصبح. الناس اللي بتفطر فطار ثقيل مش هينفع، واللي ما بتفطرش خالص مش هينفع. واصلا على فكره عدم الفطار ده بيقلل الحرق، عشان الناس اللي بتشتكي تقول لك انا باكل وجبه واحده وبزيد ليه؟ هي الوجبه دي حضرتك اللي بتزودك، لان انت كده ما بتخليش الجسم يحرق. انا كل ما اكل وجبات متعدده على مدار اليوم اللي هو 6 أو 7 وجبات، اللي هو كل ساعتين باكل حاجه، كل ده ما بيعمل لي تنشيط الحرق الذاتي ومش بحتاج بعد كده حتى اي ادويه. يعني نرجع مره تانية لفكره اللانش بوكس الصغير ده اللي يبقى فيه شويه الخضار، شويه التفاح، الحاجات دي بقى يبقى معانا مكسرات عشان الاوميجا، حاجه صغيره كده، ولازم نفطر والفطار يبقى خفيف زي ما قول بعد العيد. زي ما هنبدا زي ما قلنا، ربع رغيف فيه بيضه مسلوقه ماشي، ربع رغيف فيه جبنه ملح خفيف، وانا بتكلم على عيش بلدي، انا ما بتكلمش على فينو الدقيق الابيض خالص. وبصي، ناخد جبنه، ناخد معاها طماطم او خيار او خس الصبح، ده بيبقى لطيف قوي، او بيضه مسلوقه وكوبايه لبن. هقول لك خلي الدسم، في ناس مش بتحب، اللي مش عندوش مشكله في الوزن ممكن ياخدوا كامل الدسم عادي، ده كده حلو جدا كفطار. طيب في ناس بتقول لك انا مش متعوده افطر الصبح، طيب نعمل حاجه ثانيه، ممكن ناخد تفاحه مع قهوه كده، انا نبهت معدتي وظبطت الدنيا وتمام. الغداء، وابتدي اخلي في الاول الغداء قريب شويه لميعاد الفطار، وهنبتدي نرجعه بالايه يعني بالراحه كده واحده واحده، يعني قريب من ميعاد فطار رمضان ولا قريب من فطار رمضان، علشان المعده هي مش اخده انها تاكل بقى طول النهار مثلا ويفضل يرجع لغايه لما يبقى مثلا الساعه 3 لو هو متعود اصلا 3، ونبتدي العشاء. طبعا لو هو لسه بنتغدى متاخر يستحسن ما يبقاش في عشاء، يبقى زبادي او حاجه. لو بعد كده رجعنا الغداء وهنحتاج العشاء، نبتدي برده نخليه بدري عشان ده بيظبط لي الحرق. طيب الناس اللي حسب عندها زياده في الوزن بقى وعايزه تنزله بعد رمضان، انا شايفه ان بعد العيد، انا شايفه ان احنا بعد العيد ممكن نبدا بنظام الديتوكس، اللي هو نعمل زي يعني ازاله السموم كده من جسمنا، ونجهز الجسم انه يستقبل اي نظام غذائي انا هعمله بعد كده. ازاي بقى؟ هو بقى الديتوكس ده لو احنا هنعمله اول مره، يعني ما عملتوش قبل كده، هختار يومين في الاسبوع او 3 على حسب انا ظروفي ايه. اليومين دول هيبقوا ثابتين 4 أسابيع ورا بعض، انا بعمل فيهم الديتوكس. الديتوكس ده ان انا باخد ميه وخضار وفاكهه، مفيش بقى ولا كربوهيدرات ولا سكريات ولا اي حاجه في اليومين دول، بس باخد كميه ميه جامده جدا. اشرب ميه بس، واكل مثلا خس بجزر خيار طماطم. بصي، خس وجزر وخيار وطماطم وكرفس وجرجير، دي كلها حاجات حلوه عشان بناخد منها على فكره الخضروات الورقيه دي فيها نسبه كربوهيدرات، فانا لما بنوع كده انا باخد النسب اللي انا عايزاها على مدار اليوم. يبقوا ورا بعض الثلاث ايام ولا لازم ورا بعض؟ لا لازم ورا بعض. مثلا في الاسبوع يبقى سبت حد اثنين مثلا ورا بعض، وبقيت لي اكل عادي. وبقيت الايام ترجعي تاكلي عادي، انت كده شلتي كل حاجه. هتلاقي بقى بعديها اللي بيعمل نظام ديتوكس ده بعد كده بينام كويس، بالنسبه لنا احنا بنلاقي البشره اختلفت، يعني انت يعني ما بقيش تدخلي اي شوائب من اللي بتبوظ البشره، يعني انت مش بتاكلي ولا فاست فود ولا اكل اصلا كربوهيدرات ولا اي حاجه، فانت بتحسي كده براحه الثلاث ايام دول. بعد كده انا خلاص كده جسمي اخد عليه، بعد كده بتتعمل مره في الشهر، ثلاث ايام كل شهر، يبقى بروتوكول بقى. انا كده جسمي بعد العيد انا عملت الديتوكس، انا كده جسمي جاهز يمشي على اي نظام غذائي بقى.
انا هتبعه. هل هفقد وزن وانا بعمل الديتوكس ولا بس ده منقي من الجسم؟ ايوه دي كويس السؤال ده، لان انا عايزه اوضح ان نظام الديتوكس ده مش نظام تنحيف خالص، هو ده نظام عشان يعني اشيل السموم من جسمي، انقي جسمي، اساعد الكبد والكلى والرئتين اللي هما المسؤولين اصلا عن البشره طبعا الجلد اللي هي كل حاجه بتخلصني من السموم، انا كده بساعدها انها تقوم بوظيفه، لان هي من كتر ما بتستقبل سموم طول السنه بتاثر عليها، انا كده بريحها وبديها فرصه زي ما تكون عملت لها ايه صيانه اللي هي ترجع تاني. حلوه موضوع الصيانه دي، هل وانا بعملها ممكن اشرب شاي قهوه عادي هو من غير سكر؟ هي كل حاجه هتتشرب من غير سكر، انا مسموح اشرب كل المشروبات العشبيه عادي والخضار والفاكهه، ولو عايزه اعمل في ناس بتعمل المشروب الاخضر لو حضرتك عارفاه اللي هو سبانخ وكرفس وبقدونس وجزر وتفاح وبرتقان وليمون وكيوي. الناس بتعمله ده على فكره حلو جدا، ان يعني هو بيدي احساس بالشبع لان في كميه فايبرز فظيعه، والفايبرز اللي عايزه اوضحه للناس او فكره الالياف هي مش بس عشان تملى المعده واحس بالشبع، هي مهمه لانها بتظبط نسبه السكر في الدم، دي اساسي، عشان كده بنقول ان الخضار والفاكهه ده اساسي ولازم اخده بشكل يومي، لان الخضار والفاكهه اللي فيهم فيتامين سي مثلا او الفيتامينات اللي هي بنقول عليها الذائبه في الماء هي بتتخزنش، فلازم اخد منها كل يوم. يعني هي مش هتتخزن، انا لازم اخد منها بشكل يومي. تمام. انا قلتي على موضوع الديتوكس ده علشان خاطر ان انا اقدر بعد كده اجهز جسمي لاي نظام غذائي. ازاي بقى ممكن اعمل بقى نظام غذائي ما يكونش يعني دايت قاسي، بس اقدر ان انا لو زايده في رمضان 3 4 كيلو اقدر ان انا انزلهم؟ يعني انا دايما بفضل ان احنا نمشي على النظام اللي هو البالانس دايت، ان هو انا اكلي متوازن، مش بحب طبعا في ناس بتوصف الكيتو والكلام ده، انا مش بحبه، لان انا بشوف ان اي نظام ما ينفعش ان انا اكمل عليه كلايف ستايل فهو مش هينفع، لان انا عمري ما هقدر اكمل عليه، فهمشي عليه شويه وهقف فهرجع تاني، وده بيحصل مع كل الناس، فانا امشي بالمعقول وانزل بالمعقول افضل. انظم الاكل هو بتتحسب ازاي؟ انا بشوف وزني وطولي وبشوف انا محتاجه كام سعر في اليوم على الوزن والطول ده، وبنقص منه 500 سعر لو انا عايزه اخس، لو انا عايز اثبت يبقى باخد السعرات اللي انا عايزها بالظبط، فدي هتبقى متوقفه على كل شخص بتعمل له نظام لايق عليه على وزنه وعلى طوله. بس هي الحسبه ببساطه بتبقى كده، بنشوف الوزن والطول ده ياخد قد ايه سعرات، ماينس 500 منهم ونوزعهم، وفي الغالب يعني هنخلي دايما الكربوهيدرات قليل، يعني حاجه بسيطه في الغداء، يعني اللي هياخد رز ياخد 3 4 معالق، المكرونه 3 4 معالق، ده ان جنرال يعني عشان اللي مش هيعرف يحسب. نخلي ممكن ندي مثال، مثلا الصبح يبقى الفطار ربع رغيف فيه بيضه مسلوقه وكوبايه لبن، في النص ناخد سناكس شويه مكسرات مثلا، بس شويه مكسرات دي يعني قد الايد كده، مش طبق مكسرات عشان ناخد الاوميجا وما نتضرش. اذا كانت المكسرات نيه او الافضل طبعا انها نيه، اللي مش بيقدر يستحملها ممكن ياخدها، بس هو الافضل والهيلث انها نية. وبعدين ناخد الغداء زي ما قلنا، نبدا ناخد السلطه وبعدين البروتين والكربوهيدرات، القطعه يعني هناخد البروتين لو لحمه قطعتين قد علبه الكبريت، القطعه قد علبه الكبريت او ربع فرخه لو فراخ، والرز او المكرونه قلنا 3 4 معالق، العشاء يبقى ثمره فاكهه وزبادي. اللي عايز يمشي على ده فتره، لو مشي عليه اسبوعين ثلاثه بعد العيد هيفقد وزن كويس، او هيفقد في الاسبوع حوالي 2 كيلو. ده احنا بنتكلم عن زي روجيت عامه كده. دي روجيت عامه، لكن من جسم لجسم الموضوع الاصح ان هو كل واحد يتعمل حاجه لايقه عليه. ليه نمط غذائي وفقا لوزنه وطوله زي ما حضرتك ما قلت بالظبط كده. طيب سريعا بقى قبل ما نختم، الاطفال بقى اللي كانوا صايمين وراجعين بقى من الصيام، هل نمطهم الغذائي هيختلف عننا احنا ككبار؟ طبعا هما لازم نبتدي بقى، دول بيبقوا حساسين جدا والجهاز الهضمي حساس جدا، دول هنديهم وجبه كل ساعتين. مش لازم نطبق عليهم بقى الكلام بتاعنا، هما طبعا اطفال ولا هياكلوا رنجه ولا الكلام ده. فاحنا هنبتدي نديهم وجبه كل ساعتين ونعمل كنترول كويس قوي على الكحك عشان ما يحصلش اسهال وتلبك معوي. ندي خضار وفاكهه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. كل سنه وانت طيبه دكتور. حضرتك طيب. نورتينا، ويا رب ان شاء الله عيد سعيد عليكي وعلى الاسره كلها يا رب. وعلى حضرتك وكل المشاهدين باذن الله. يا رب. شكرا جزيلا دكتوره هدير رسيف، اخصائي التغذيه العلاجيه. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعه. كل سنه وكل ثانيه وانتم بالف خير.